السلام عليكم، معكم طلال نقار، التابع معكم بسلسلة النيفروباثولوجي. وصلنا بالحالات للحالة رقم 7. نبدأ بعرض الحالة. مريض أبيض كوكيجن، جاي عمره 60 سنة، جاي بشكاية نيفروتيك سيندروم مع قصور كلوي أو ارتفاع بالكرياتينين. بسوابقه في عنده موربيد أوبيس، في عنده بدانة، في عنده ارتفاع ضغط، في عنده ارتفاع شحوم، وفي عنده سليب أبنية بسوابقه المرضية. بفحصه السريري ضغطه الطبيعي كان، بس بياخذ الادويه. عنده وزمات بالطرفين السفليين انطباعيه 2 بلس. بفحص البول البروتين كان 4 بلس، الهيم كان 1 بلس، والرسابه البوليه غير فعاله، ما عنده تشوه بالكريات او اسطوانات. بالتحاليل الدمويه الكرياتينين كان عنده 2.36، بول 24 ساعة كان 3.5 جرام، الألبومين بالسيرم كان 2.1، والهيموغلوبين عنده 10.7. بتحاليله المصلية كانت سلبية أو طبيعية، وهذا بيشمل الـ ANA الـ Anti-DNA، الـ HPS Antigen، الـ HCV Antibodies، الـ HIV والـ Complement C3 و C4. فلحد هلا انا عندي مريض بالعقد السادس او عمره 60 سنة، ابيض، جايني بنيفروتيك سيندروم وقصور كلوي، وهذا التشخيص التفريقي تبعه واسع. لحد هلا ما في شيء بدلني وين رايحين. طيب، في عندي مسن عمره 60 سنة، جاي بنيفروتيك سيندروم، لازم ان في وجود مونوكلونال ديزيز عنده. فنعمل له سيرم بروتين الكتروفوريسس، رحلان الكهربائي للبروتينات بالسيرم مع الامينوفيكسيشن. ما كان في ايفيدنس على مونوكلونال سبايك عنده. نفس الشيء نعمل بالبول بروتين الكتروفوريسس، كمان ما في اثبات على وجود مونوكلونال بروتين او سبايك. هل هذا يكفي لنفي نفي وجود مونوكلونال ديزيز عند هذا المريض؟ لا، لا يكفي، لازم نعمل تحليل ثاني بيزيد الحساسية والنوعية لكشف وجود مونوكلونال ديزيز. فهدول لحالهم ممكن يوصل لل 90-95% على ما اذكر. بنضيف عليهم سيرم فري لايت تشين، تحليل السلاسل الخفيفة بالمصل، فهذا بيزيد حساسية ونوعية الاختبار ل 100% على ما اذكر، او 99% تقريبا. فلما انعملوا هدول بالمصل عند هذا المريض كان الفري كابا لايت تشين عالية، وكانت النسبة بين الكابا واللامدا كانت 75. النسبة بين الكابا واللامدا الطبيعي بيتراوح بين 26% ل 1.65. بحالات القصور الكلوي ممكن توصل ل 3، لأنه بطرح السلاسل الخفيفة بتعلق بدرجة الرشح الكبي. ف 75 يعتبر عالي جدا، ومعناتها في مونوكلونال ديزيز عند هذا المريض. بناء على هي التحاليل نعمل له بون مارو بايوبسي، خزعه نقي عظم ما اظهرت ورم. كان نورمو سيلولار مارو، النقي العظم سليم خلويا، ما كان في ايفيدنس على بلازموسايتوسيس. لما نعمل له البي سي ار بحثا عن الاي جي هيفي تشين جين ري ارينجمنت، ما كان في كلونال بي سيل بوبوليشن. بعيدا عن هذه التفاصيل، طبيب الدم قال بالاخير انه ما في عندي اثبات على مولتيبل ميلوما من هذا المريض. نعمل له خزعه كليه لنبحث لنشوف شو صاير بالكليه، شو هو المرض او شو هو سبب الاصابه الكلويه عند هذا المريض. فهذا السلايد الاول، بعطيكم 5 ثواني. هذا السلايد الثاني، هذا السلايد الثالث، هذا السلايد الرابع، immunofluorescence لل IgG، وهذا السلايد الخامس هو مجهر الكتروني، بجوز ما كتير واضح، فبنعطيكم صورة أوضح منه. هي الصورة الأخيرة. ننتقل بعد هذا السؤال، ما هو أفضل تشخيص لهذا المريض؟ هل هو نودجولار دايابيتيك جلوميروسكليروسيس، اعتلاء تصلب كبي سكري عقيدي؟ هل هو فبريلاري جلوميرونفرايتس، التهاب كبب وكلية فبريلاري ليفيني؟ هل هو أميلويدوسيس، داء الأميلويد؟ هل هو دينس ديبوزيت ديزيز، داء الترسبات الكثيفة،
ما ناقشناه في الحلقات الماضية، بس هذا أحد الأمراض الموجودة بالتهابات الكبد والكلية. هل هو heavy chain deposition disease؟ ده الترسبات السلاسل الثقيلة. فشو هو أفضل خيار بين الخيارات الخمسة هذول؟ ممكن تستعمل أسلوب النفي إنه هو مانو سكري للسبب الفلاني، مانو كذا مانو كذا، وتلاقوا مين هو التشخيص اللي بيضبط أكتر شي على هذا المريض. بعطيكم شوية وقت وننتقل بعدها لنقاش الحالي. ببدأ بقراءة السلايدات. هذه السلايد الأول، الملون المستخدم هو هيماتوكسيلين إيوزين. ما في عندي البي اي اس، ماني شايف اللون الأرجواني، وبالتالي هذه هيماتوكسيلين إيوزين. ما كثير بيعطي معلومات دقيقة، بس بنظرة من بعيد لهذا السلايد، أول شيء هي الكبة الكلوية ما هي سليمة. يبدو علي انه هذا التوسع ميزنجيمي، هذه مادة اكسترا سيلولر ماتيريال، في شوية تكاثر ميزنجيمي. هذا الشيء اللي ممكن، يعني هذا الشيء اللي ممكن احكيه بشكل سريع. هل في بروليفريشن شوية جوا الكابيلاري؟ صراحة ما فيني دقق كثير او ما فيني اعلق على هذا الموضوع، وان كان يبدو هذا الشيء الكابيلاري ما هي مفتوحة. فالنقطة الاساسية ممكن اعلقها انه في عندي ميزانجل اكسبانشن وفي هايبر سيلولاريتي. هذا الملون هو الترايكروم اللي بيلون الكولاجين باللون الازرق، عم يعطيك نفس القراءة السابقة. لاحظوا هون صار اوضح انك تشوف التوسع الميزنجيمي والعقيدات، صار في نودجولر منظر عقيدات، صار اوضح علينا. العقيدات هي مخلوطة، او ربما يعني ما فيني اقول صراحة انه يعني ماني شاطر كتير اقولها، انه في عندك معقدات او في ترسبات جوا هاي العقيدات، بس خليني يكون بالقراءة اللي انا فيني عليها انه في عندي نودجولر باترن، في اصابة عقيدية، في ترسب نفس الشيء لمادة اكسترا سيلولر ماتيريال. هون صارت اوضح علي بهذا الملون. هذا ملون السيلفرستين اللي بيعطي الكابيلاري، بيعطي عفوا البيزمنت ميمبرين باللون الاسود، اظن صارت اوضح بكثير انه صار في عندي ميزانجل اكسبانشن، في شويه هايبر سيلولاريتي. هذا الشيء الاساسي اللي فيني اقراه. هذه الاميونوفلوريسنس، لاحظوا انه عم ياخذ الاي جي جي بوزيتيف بالعقيدات بالنودجلز بالبومنس بومن كبسول وحتى بالبيزمنت ممبرين تبع التيوبلز الانابيب. هذه المجهر الالكتروني ربما صورة ما كثير واضحة، فحنتقل للي بعده تعطيني صورة اوضح. هذا هو الغشاء القاعدي، اظن واضحة جدا عليكم. لاحظوا انه في ترسبات جوا الغشاء القاعدي. شو هو الوصف اللي ممكن توصفه هذه الترسبات؟ الباودري حقيقة، مثل البودرة مرشوشة على هذا الغشاء القاعدي، شوية باند بشكل الإطار هون، ربما هون أكثف شوي، بس هون واضح جدا هي مثل البودرة. وهذا نموذج مميز لإصابة حكيناها لما حكينا البيزك تبع قراءة الباثولوجي، لما تشوف باودري ديبوزيتس، فهذه المونوكلونال ديبوزيشن ديزيز. فمن الخيارات المتاحة، الخيار هو الهيفي تشين ديبوزيشن ديزيز، ده ترسب السلاسل الثقيلة. حقيقة هذا مرض نادر قياسا باللايت تشين ديبوزيشن ديزيز، هنا بيصنفوا تحت تصنيف واحد بيسموه المونوكلونال ديبوزيشن ديزيز. فالهيفي هو النادر، رغم انه الحالة شوي السؤال كان صعب، بس يعني ربما بضدها تتميز لأشيائه. فهو شبيه جدا باللايت تشين ديبوزيشن ديزيز ونفس الأدية الإمراضية طبعا، فلذلك طبعا ماني حاطط السؤال انا، فلذلك ما حبيت اعدل فيه ابدا. في شوية فروقات عن اللايت تشين، فمن خلال الشرح ممكن تبين علينا. طبعا القراءة، في عندي ميزانجل اكسبانشن شفناه، في عندي تصلب العقيدي، في فرط خلوية، لاحظنا الميزانجوم شوي متوسع مع بالخلايا تبعه. بملون الترايكروم عم يعلق هون على الديبوزيتس. اذا بتراجعوا الصور انا ما حبيت اقولها لانه ما بدي ادعي اني انا كنت قادر اقراها، انه هذه اللون الاحمر جوا داخل النودجلز هذه معقدات مناعيه او هذه ترسبات، بس انا مره ثانيه ما حادعي اني عرفت اقراها. ونفس الشيء هون عم بيقول انه في اللون الشاحب بهي العقيدات هو كمان ترسبات. هلا
بالإيمينوفلوريسنس الاي جي جي كان 3 بلس، شفتوه كان شيء بيشمل كل النودجلز، بيشمل البومان كبسول، بيشمل الغشاء القاعدي تبع الكوبل الغشاء القاعدي تبع الكابيلاري، والغشاء القاعدي تبع التوبلز والارتليول، حتى كمان الشرايين كانت مصابه. سي 3 كان ويك، ما اظهر ما شفونا التصوير، ما كان في ستيننج للبقيه الهيفي تشين اللي هي اي جي اي، ما كانت موجوده ولا الاي جي ام ولا حتى اللايت تشين سواء كابا او لاندا. هذا شيء بيشير انه في عندي هيفي تشين ريستريكشن، في عندي مونوكلوناليتي. طبعا انا ما المعطيات تبع السؤال ما اظهرت هذا الشيء، بس المجهر الالكتروني كان الصوره واضحه جدا الباودري، ولذلك انا قلت انه هذا هيفي تشين ديبوزيشن ديزيز. بذكركم بالإيمونوجلوبولين، في أربع سلاسل، في سلسلة ثقيلة الهيفي تشين وهيفي تشين وهذه اللايت تشين. الشائع بهذا المرض هو يكون أحساب اللايت تشين تقريبا 80 أو 85% تقريبا من حالاته، حوالي 5 إلى 10% من الحالات بتكون على الهيفي تشين، فلذلك ربما يعني الحالة مرة ثانية هي لتمييز النمطين هاي، بس الشائع هو اللايت تشين ديبوزيشن ديزيز. الهيفي تشين مؤلف من جزئين، الفاريابل والكونستانت اللي هو الجزء المتغير المتبدل، هذا اللي بيتعرف على المستضد اضافه في مثله باللايت تشين، وفي جزء الكونستانت اللي هو بقيه الاجزاء. هذا الكونستانت كمان مقسم لثلاث شدف او ثلاث اجزاء، كونستانت اتش 1 واتش 2 اتش 3، هذا الهيفي تشين. الهيفي تشين فلما غاصوا وعملوا شافوا انه في هيفي تشين ريستريكشن، راحوا حللوا بحثوا عن السي اتش 1 والسي اتش 2 والسي اتش 3، فلاحظوا انه السي اتش 1 غائبه، وهذا بيخلي الهيفي تشين قصيره بسبب الحذف تبع السي اتش 1، وهذا الشيء اللي بيخلي السي اتش الهيفي تشين هي عم تنتج هي طبعا عم تنتج بكميات كبيره لانه في مونوكلوناليتي، وهي عم تترسب بشكل باند لايك فاينلي جرانولر، حبيبيه ناعمه باودري اجين او باودري بالالكترون دنس ديبوزيت بالمجهر الالكتروني، وهذا مشخص للهيفي تشين ديبوزيشن ديزيز. لحد هلا استعرضنا الاميلويد لما الايمونوجلوبولين او اللايت تشين بالذات، لانه كمان الاميلويد بيكون على حساب اللايت تشين بمعظم حالاته. اللايت تشين هون بتتحول لفايبريل، هي لويفات الاميلويد، وبتترسب هون وبتعمل الاذيه او بتعمل المرض. هون اللايت تشين ديبوزيشن ديزيز هي اللويفات، او هي عفوا اللايت تشين او الهيفي تشين بمثال اللي عرضناه، ما بتتحول لفايبريل، بتبقى مثل ما هي وبتترسب هون بالكبة الكلوية، بتاخذها الخلايا الميزانجيمية بتاكلها، وبالتالي بتحدث حدثية التهابية تليفية. هي الإيمونوجلوبولين بتحرض الخلايا الميزانجيمية انها تفرز اكسترا سيلولار ماتيريال، وبصير عندنا شيء بيشبه الداء السكري نوعا ما. فهذا هو آلية هذا المرض اللي هو اللايت، هي هون انا شايف لايت تشين ديبوزيشن ديزيز، هي الحاله اللي عرضناها كان اسمها هيفي تشين ديبوزيشن ديزيز، وكلاهما معا بسموهم ام سي دي دي مونوكلونال ديبوزيشن ديزيز او مونوكلونال تشين ديبوزيشن ديزيز. المرض المرضين الثانيات اللي ممكن نستعرضهم لاحقا في الفانكوني تبع المونوكلونال ديزيز، وفي الكاست نيفروباثي كمان ممكن نعرضه بحالات ثانيه. هعرض سلايدين ثلاثه بس على المونوكلونال اي جي جي ديبوزيشن ديزيز اللي هو ام اي دي دي، عباره عن ترسب بالانسجه للمونوكلونال سواء كانت لايت او هيفي تشين، ما بتكون فايبريل كما ذكرت. بتكون بالإيمونوفلوريسن سينجل لايت تشين، لما بيكون اللايت تشين ديبوزيشن ديزيز ما بيكون معها هيفي تشين، ما بيكون في سلاسل ثقيلة فقط خفيفة. هذه بتظهر كما قلنا لينير خطية على الإيمونوفلوريسنس، وبتظهر الترسبات اللي هي بانكتيت اللي هي النقطية حبيبية بالمجهر الإلكتروني. في حالات نادرة بيكون اللايت والهيفي سوا عم يترسبوا، وفي حالات نادرة كمان بيكون الهيفي تشين، هي نسبة اللايت والهيفي نسبتهم 10 إلى 20% و 5% فقط نسبتهم اللي هي الهيفي تشين، فهن الامراض النادرات حقيقة. الشائع هو اللايت تشين ديبوزيشن ديزيز LCDD. معظم هدول الحالات اللايت تشين ديبوزيشن ديزيز بيكونوا على حساب الكابا عكس الاميلويد، الاميلويد بيكون على حساب اللامدا اغلب الاحيان.
بالنسبة لكشف المونوكلونال ديزيز او مونوكلونال جاموباثي بتحاليل المصل والبول بتكون نسبتها 80% لما بيكون عندي لايت تشين ديبوزيشن ديزيز، و60% فقط لما بيكون في عندي هيفي تشين ديبوزيشن ديزيز. هدول هل بيحققوا كرايتيريا المولتيبل مايلوما؟ بيتحقق فقط ب 40 ل 50% من مرضى اللايت تشين ديبوزيشن ديزيز، وفقط ب 25% من حالات الهيفي تشين ديبوزيشن ديزيز. الهيفي تشين ديبوزيشن ديزيز ممكن يكون صعب تفريقه عن الديابيتك نيفروباثي لانه ممكن يظهروا بنفس الشكل تحت المجهر. الاي جي جي بيكون لينير، في عندي نودلز، تذكروا انه هنا نودلز. حقيقه هو مره ثانيه المونوكلونال ديبوزيشن ديزيز بيشبه كثير الداء السكري، ما عدا انه السكري بيكون سبب النودلر باترن هو هفره السكر، بينما باللايت تشين ديبوزيشن ديزيز سبب النودلر باترن هي هي اللايت تشين اللي عم تروح على الميزانجر سيل وعم تخليها تفرز ماده خارج خلويه. نرجع للتشخيص التفريقي بين الاجابات اللي مرقت علينا، مثل ما ان هذا هيفي تشين ديبوزيشن ديزيز. بالنسبه للجواب الرابع هو دينس ديبوزيت ديزيز، هذا من انماط السي 3 نيفروباثي اللي بيكون او جلوميرولونيفرايتس، هذا بيكون في نمط ام بي جي ان، حنستعرضه ربما بالحالات القادمه. الاميلويدوسيس بده يكون في عندي فايبريل بالمجهر الالكتروني، ما شفنا فايبريل، ما في توضعات بالمجهر الالكتروني بشكل فايبريل. الفيبريلي نفس الكلام، حيكون بالمجهر الالكتروني في فايبريل، ومثل ما قلنا فرق الطول بينه وبين الاميلويدوسيس، بين الاميلويدوسيس بتكون 10 نانومتر، بالفيبريلي بتكون حوالي 20 نانومتر. النوجر دايبيتك جلوميرولوسكليروسيس مثل ما ذكرنا هو ربما تشخيص تفريقي هام مع الهيفي تشين ديبوزيشن ديزيز، بس مثل ما قلنا ما بيكون في ريستريكشن للفري لايت تشين، مثلا ما بيكون في اضطراب بالمونوكلوناليتي، ربما هذا كله بيوجهنا انه هذا بعيد عن النودل، بعيد عن دايابيتس واقرب لل او بيحط تشخيص الهيفي تشين. مثل ما قلنا احيانا بيكون تشخيص صعب بالتشخيص التفريقي بيكون صعب احيانا. بحالتنا هاي كان في عندك الفري لايت تشين 75، وهذا وجهنا انه المشكله هي مونوكلونال ديزيز وليست مجرد ديابيتس. هيك بيكون وصلنا لنهاية عرض الحالة، بتمنى أن تكون أعجبتكم، إن شاء الله يا رب منتابع الحالات القادمة. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم.